عايز أكد عليه إن الحاجتين المهمين اللي مؤثرين بالسلب على الأداء الاقتصاد هم موضوع قناة السويس، وموضوع طبعا أيضا قطاع البترول اللي احنا الحمد لله ابتدينا ناخد الخطوات الإصلاحية زي ما علي وزير البترول وقالها لحضراتكم، إن النهاردة هنبدأ نرجع تاني لإن يبقى عوائد القطاع بالإيجاب، وإن إن شاء الله اعتبارا من منتصف العام القادم هنبدأ هيئة البترول إن شاء الله تستعيد الإجراء الظروف اللي كانت موجودة بصورة إيجابية جدا في خلال الفترة الجاية من خلال زيادة الإنتاجية مع شركائنا الأجانب. فكل دي النهاردة الحمد لله أرقام بتطمئن كلنا على الوضع اللي بقى موجود. الحقيقة العجز الكلي للموازنة في خلال الربع الأولاني كان 2.1 مقارنة في الربع اللي زيه بالظبط السنة اللي فاتت كان 3.2. زي ما قلت لحضراتكم الناتج الدين للناتج الحمد لله احنا نزلنا بيه بصورة كبيرة، ومستهدفين ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم السنة دي ان شاء الله ننتهي ب 85% او اقل بإذن الله. كل دي نقاط انا كنت حابب ان انا احيط حضراتكم بيها علشان نبقى عارفين ان العالم الحمد لله شايف ان مصر ماشية في المسار السليم، وبإذن الله ان شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم هنتجاوز كل تبعات هذه الأزمة. احنا قلنا ان 24 25 هي سنة التعافي، واحنا ماشيين في هذا المسار الإصلاحي ومستمرين فيه بقوة